اكتر لعبه بتطلبوها مني يا جدعان الفتره دي هي جي تي في، وانا هطلب منكم طلب واحد بس، زي ما انا بدلعكم تدلعوني يا جدعان ونوصل الفيديو ده ل 80,000 لايك. ده طلب ابو اللذانيز، ودوس يا زعيم. ايوه بقى، ايوه ايوه اديله يا ابو اللذانيز، ايوه 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 يلا انطلق يا معلم. مساء شباب، معكم حلقه جديده مع اي سي تيوب جيمنج. عشان نلعب لعبه جي تي في، والنهارده يا جدعان انا لقيت مفاجاه. اول ما دخلت قال لي يا ابو اللذانيز احنا مظبطينك في شويه هدايا وحركات. يا جدعان من كتر العربيات والله ما بقتش عارف اعمل ايه. جي تي مدلعانا، بس برضه النهارده ممكن نظبط في كام حاجه ومش عارف فيهم ادرك ايه، غير موضوع العربيات ممكن يجيب باذن الله حاجات ثانيه. فخليكم جاهزين يا جدعان للحوار، ولا هيجنني فين هدومي مش عارف. والله يا جدعان كنت جايب طقم الشيك اختفى، مفيش غير الطقم اللي معدي بالترنج. اه والله ضحكوا عليا واخدوا هدومي يا جدعان. خلينا نشوف بس مبدئيا ايه اللي موجود هنا عندنا. اوكي خلينا ناخد شويه الحاجات اللي هنا. خد 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 يا ابو اللذريز. كله عندنا فول يا جدعان. بقول لكم ايه، كلكم معزومين عندي في غواصه يا جدعان، انتوا تنوروا. عندنا المكان اهو كبير وواسع، نقعد بقى نتدلع براحتنا. بس ثواني بس، انا هفضل كده من غير هدوم يا جماعه؟ استنى يا عم من غير. بص يا جماعه نجيب طقم كده مؤقتا، بس هنجيب كده حاجه شياكه كده تليق بقى ابو اللذاليز. لا لا طب ايه على البنطلون يا جماعه خبطوا عليكم. والله حلو ده، بس عايزين بس نظبط حوار البنطلون. لو احنا يا جدعان جبنا طقم كامل هيبقى احسن كتير. انا تقريبا كان عندي تقومه جاهزه. عندي يا جدعان تقومه جاهزه قبل كده كنت. اوكي بص يا جدعان هنجيب بس الطقم ده بشكل مؤقت لحد ما اشوف هدومي راحت فين. والله استهبال ده، بس شيك برضو الطقم ده، ولا ايه رايكم؟ حاجه كده تمشي كده يا معلم، دلع وحركات. طبعا يا جدعان انا لقيت في عربيه تانية فري، فانا مش عارف الكلام ده انا كنت جايبه قبل كده ولا لا. فانتوا لو فاكرين اكتبوا لي في التعليقات يا جدعان انا جبتها ولا لا. انا ما اعتقدش يا جماعه، بس قشطه يعني ادوسوا معايا، انا مش همسك الشركه لوحدي. انا هعين منكم يا جدعان تمسكوا معايا الشركه يا جماعه، مش هينفع انا لوحدي كده والله، بقت اوفر يا جماعه. يلا بسرعه. اوكي خليك انت خايف المهمات. والله بفكر النهارده لا مهمات لا خليها بعدين يا جماعه، انا عايز اشوف بس الحصه اللي انا فيها دلوقتي. اوكي هنخلينا في الطياره. بصوا بقى يا جماعه، لما جيت دخلت هنا سريع في عربيات ببلاش، بس تقريبا كانت العربيه اللي كان معروض عليها السعر هي العربيه دي يا جدعان، فانا مش فاكر والله جبتها ولا لا. هي دي المشكله يا جماعه، بس مكتوب عليها فري، فلو جبنا ما اعتقدش احنا ينفع نشتري مرتين لك بزيرو كاش. لابو اللذاليز وليكم يا جدعان عاملين لنا خصومات وحركات. ايه رايكم نجيب مثلا حته صفراء ولا حته بينك ونغز دي ده، ولا نجيب حته خضراء؟ او طب والله تصدقوا ما عندناش ابيض يا جماعه. اوكي خلينا ننفع نشتري لحظه واحده. واو تغير الشكل بتاعي يبقى نار يا معلم. اوكي اشتري. هنحطها يا جدعان في البي 3 يا مسهل. البي 3 اتملى يا جماعه، بي 4 قشطه. جبنا العربيه بقى ما كانتش موجوده عندنا. والله لو كانت موجوده عندنا زياده الخير ايه خيرين يا جدعان. طبعا بعد ما نجيب العربيه دي هروح نتستتها بقى ونعمل بقى شويه حركات ودلع. ثواني ثواني اركب بس ال اوكي اركب الطياره يا ابو اللذاليز. خلينا ننطلق يا جدعان لمكان الطياره. طيارتي ايه؟ مكان العربيه. ايوه عامل قلق انت بالغواصه يا زعيم. بلاش يا جدعان نهجم على حد النهارده، بس هنخلينا مثالمين. بصوا يا جدعان مبدئيا انا هنطلق للمعرض اشوف برضه لو في خصومات ولا في اي حاجه تقدر تظبطنا، هتبقى كويسه جدا. وفي نفس الوقت لو في عربيه بس نفسي احط في المعرض طيارات يا جدعان يبقى زي الفل. والحمد لله على سلامتنا يا جدعان، وصلنا باعجوبه الحمد لله. يلا نشوف بقى حظنا عامل ازاي. هينزلنا يا جدعان في المكان بتاعنا. اوكي خلاص بقينا حافظين بقى اساتذه دلوقتي. نركب بقى يا معلم. وخلينا ننزل يا جدعان على المعرض ونشوف العروض. يا رب تكون بقى عروض كويسه ومناسبه زي المره اللي فاتت يا جدعان، ونشوف حظنا ان شاء الله يكون بقى على وشكم المره دي وتطلع حاجه جامده يا جماعه. تقريبا دي فري يا جماعه. ايه الاستهبال ده؟ والله العربيه شفتها قبل كده. ثواني طب انا هكسبها ليه وانا اصلا عندي ببلاش؟ ولا هم عاملين عرض لابو اللذاليز بس؟ انا مش عارف والله يا جدعان. ثواني ثواني العربيه شفتها وهوريها لكم. اوكي معمول عليها خصم، مش خصم يا ببلاش. قال لك خدها يا ابو اللذاليز احنا مظبطينك. استنى اوريها لكم يا جماعه، يا رب بس ما تكونش ماشي تكون موجوده بالمره. هي يا جماعه مش دي نفس العربيه ولا انا بتخيل؟ هي والله ايه الهبله دي؟ احنا بس جبناها قبل كده.
يا عم يا عم سبند انت بتستهبله يا جدعان مفيش شغالة هنا. حط يا عم ما كده كده فري انا اجيبها ليه اساسا؟ يا رب ما نكسبها يا جماعه لها بلدي. حاطين عربيه فري هنا مش عارف يا جماعه ده المفروض الناس العاديه ولا مش فاهم انا يعني في خصومات لناس وناس مش عارف. فخلينا نشوف بس طيب حظنا مش عايزين عربيات العربيه وجبناها. احنا عايزين ممكن فلوس او تيشيرتات او كوينات او ار بي اي حاجه من دول. يلا هتكون على حظكم المره دي يا جماعه مش انا متفائل باذن الله. يا رب بصوا يا جماعه لو ظبطت حاجه صح على وشكم اتمنى بقى منكم تشتركوا معانا في القناه اوكي. يبقى ده شرط من شروط ابو اللذيذ حاجه كويسه تشتركوا في القناه يا جدعان. الضرب الاحمر تحت مش هوصيكم بقى تحاولوا رصاص سريعه سريعه. يلا باذن الله يطلع حاجه حلوه. انا عارف انتوا يا جدعان دايما رافعين راس كده ومش هتصغروني ها اوكي مش هتصغروا وش يا جماعه ربنا يسهل. ايوه جماعه يلا بسرعه انزلوا يا جدعان والله وشكم زي العسل قلت لكم والله بص انا متفائل 50,000 كاش قلت لكم يا كاش يا كوينات يا ار بي بس بلاش عربيات وكمان ممكن يدوم. ايه ده يا جدعان بس في كمان حاجات اسطوريه هنا بس بيني وبينكم انا مبسوط جدا 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 50,000 كاش زي العنب. دلوقتي بقى ممكن ننطلق يا جماعه ونشوف العربيات اللي وصلت لنا بالسلامه. فخلينا نروح بس سريعا سريعا نركب الطياره بتاعتنا. الساعه كام؟ اوكي لسه يا جدعان الفجر شايفين. تعالوا ابو لذيذ شقيان 24 ساعه في الشركه يا جماعه. انت فين يا ابو لذيذ؟ انا في الشركه يا جدع لما اتنين بغيبه بختفي اعرف انا في الشركه. يلا اوكي سحبنا الاسانسير كله اوتوماتيك اوتوماتيك اطلع فوق يا معلم. بس بيني وبينكم انا فرحان جريد راح اخيرا اعوذ بالله والله ما كنت بشوف اي حاجه يا جماعه على طول كنت بموت. يا عم روح يا عم انا فرحان البتاع ماشي. ايوه بقى ظبطونا كده يا جدعان. يلا نبدا ننطلق. المفروض يا جدعان العربيات جنب المعرض على طول تبقى سهله قوي في خطوتين هنكون باذن الله وصلنا بالسلامه. لا 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 الركنه الركنه الاسطوريه يا لهوي على الاستهبال ركنا في نص الشارع يا جدعان. ربنا يستر الحمد لله. مفيش الله ينور يا ابو اللذيذ يا جليل الادب. يلا يا جماعه معلش الراجل ده لازم اصبح عليه كل يوم هنروح بسرعه. الحمد لله. يلا يا جدعان هنروح بقى على البي 4. طبعا البي 4 شايل فيه كل العربيات اللي المفروض جبتها جديده فيا رب يا سلام لم يا سلام لم يا حلاوه لو صدق العربيه شكلها جامد البيضة يا سلام جنب العربيات ايه يا جدعان دي بورشه دي ولا ايه انا مش عارف بقيه العربيات بقت كميات محترمه. ناخد بقى دي يا زعيم دي اللي احنا جبناها مش عارف نقدر نظبط هنا كلاكسات لسه لسه اصبروا بس هو احنا عملنا حاجه لسه لسه يا جماعه. ايوه بقى هننطلق نشوف اقرب مكان تعديل اوكي هنا. يلا 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 بسرعه بسرعه نروح للمكان. لا يا جدعان العربيه ما شاء الله ثابته وماسكه في الارض بتوصل على سرعه 100 مرتاح. لا يعني بجد عربيه حلوه فخمه. فالتعديل بقى ده هيفرق معانا اكتر كمان بس هي اخرها 80 100 ما بتزيدش عن كده. افتح الكاب شيء جايبين لك اهو يا معلم عاملين ايه مظبطينك كل يوم تاكل يا زعيم مصلحه ايه شغاله زي العنب. بقول لك ايه ظبط لي العربيه عايز عربيه اسطوريه. خلصنا الوحش الكاسر يا جدعان الله 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 الله. بس الاكسدام حاولت العب فيه يا جدعان ما ظبطش معاه بس بيني وبينكم بقى حركات ودلع. عايز اعرف هو نقدر اها ده من غير سقف خالص حلو. يلا يلا يا جدعان مجهزين اديله يا ابو اللذيذ. ايوه بقى حط الدلع وحركات كده يا جدعان نظبطها صح. عملنا بص 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 رسمه الخمسه اهي مرتاح والله يا جدعان شكلها تحفه وكمان اللون الازرق جامد جدا. لسه كمان هنجرب السبيد والسرعه بتاعتها. العربيه الثانيه كده كده قلت لكم هنخليها معانا احتياطي. انطلق اوه خلينا نشوف السرعه توصل لكام. مع كابتن اوه يا جدعان راح على 100 مرتاح. لا وبصوا ماسكه داخله على 120 مع كابتن اوكي يلا 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 اظبط اظبط بقى حالك بلاش استهبال. يلا انطلق يلا اوكي الاشاره خضراء اوعى سريع يا جدع خلي بالك مش تخلي بالك العربيه يا جدعان بترقص مننا بس ماسكه نفسها. يلا 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 تقييمي ليه يا جدعان صراحه 9/10 بس عشان الشكل بس اللي قدام. طبعا اكيد في قوه التحمل للرشاشات والهبل ده اكيد مش هتتحمل يا جدعان بس بصوا لما تيجي ترقص تمسك نفسها. يلا 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 انا بس نظبط الحاجات اللي باظت منها بس تبقى انت قاعد كده برنس
اوكي مجرد تستات يا جدعان ولا بلاش؟ ما شاء الله والله ما انا كسف والله. تعالى كل ده هات بس رشاش هنجرب يا جدعان 100 طلقه بس كفايه عليها قوي كده. انا بضرب عند البنزين ها جاهزين للانفجارات كفايه كده يا جماعه انا اكتفي بهذا القدر بنفركم مش عايز خرشه اكتر من كده. يا لهوي طب استنى اشوف بس الازاز ضد الرصاص ولا لا. لا يا جدعان ضعيف جدا جدا الازاز. يلا اركب بس افتح محتاجين تصليح كده. اوكي ظبط ابو اللزاليز بقول لك ايه ظبطني العربيه ظبطني اظبطك قبضك اجدك صح. يلا والله قبضني ده جدا. اوكي بس شكرا اطلع يا معلم. هنروح هنا بقى يا جدعان لاستاذ التعديلات ده بقى هيظبطنا العربيه. افتح يا معلم. ايوه ايوه توصل ابو اللزاليز. عايزين بقى رسومات وحركات زي ما احنا شفناها يا جدعان. مش عايز اللون بصراحه الساده عايز اظبط العربيه زي ما شفتها. اوكي نقدر نعمل تعديل يا جدعان. استنى نشوف بس التعديل الغبي اللي بفلوس غبيه دي. اعوذ بالله الصوت الجامد ايه يا جدعان عملت طورت ماكس ولا ايه؟ بصوا يا جدعان اضحككم بعد ما عدلت العربيه والله اختلفت 180 درجه. يا ريتني كنت دخلت في البدر يا جدعان. هو ده بقى اللي بتكلم عليه. نقدر كمان نحط نحط سكيلتون. اوكي حطينا سكيلتون السخان نقدر. اوكي خلاص كده يا عم غير الباقي. يا الله لعيونكم والكراسي كمان يا سلام. بصوا يا جدعان هنجيب بقى كراسي ثواني بقى عربات سباق بقى عربات سباق يا ابو اللزاليز. جيب حاجه فخمه كده. اه والله يلا انا ردي ذمتكم يا جدعان بعد التعديل. ايه رايكم في العربيه بذمتكم بجد؟ ثواني بس نطلع بره يا هم. اتغيرت 180 درجه. يا لهوي على الجمدان يا جماعه والله. بص العربيه بقت جامده. بص ما اقولكمش. يا لهوي ثواني 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 عشان عايزين نعمل سباق هنا يا جماعه سريع سريع. يلا دوس يا ابو اللزاليز. اوعى يا معلم اوعى يا معلم. تير 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 يا جدعان 140 مرتاح 140 والعربيه ماسكه نفسها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طلقه والله وشكلها تحفه. اتغيرت 180 درجه. بصوا يا جدعان خلينا نرجع بس لنفس المكان لان بس عايز اوريكم حاجه اخيره في العربيه. انطلق هنفتح بس العربيه نشوف منظرها من جوه عامل ازاي. يلا انا كابشن. اوكي وصلنا بالسلامه. اركن هنا يا ابو اللزريز بس كده. ملهاش اي لازمه. بصوا يا جماعه احلى حاجه الاكسدام اللي قدام ده مظبطنا صح. يعني الخبطه ما بتجيش في العربيه على طول بتيجي في الاكسدام اللي تحت ده. يعني بصوا بقى اتخبطت تقريبا الخبطه مش باينه فيها قوي. لو تحسوا انها عامله زي السمكه المفترسه اللي داخله على طول. بص يا جدعان خلينا نفتح العربيه. يلا اه يا معلم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الاس ام اس ده. بص يا جدعان الموتور من جوه عامل ازاي. اختلاف 180 درجه. لا 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 وحركاته طالع العربيه ما شاء الله عليها بجد. تقييم ايه دلوقتي يا جماعه بعد التعديلات 10 من 10. ليه بقى يا ابو اللزاليز؟ بص يا جدعان لو جينا دخلنا جوه شغل العربيه سكيلتون وحركات وحتى المنظر من قدام شايفين العداد وعندنا الراديو والحركات وكمان الكراسي. العربيه اختلفت يا جدعان بقت عروسه. اوكي اتقفل كله اوتوماتيكي اوتوماتيكي وبس كده يا جدعان. دي عربيتنا بتاعت النهارده اللي جايبينها ببلاش وغيرناها خليناها 180 درجه مختلفه وبصراحه انا شايفها روشه جدا جدا جدا. انتوا ايه رايكم فيها يا جماعه؟ اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات واحنا لسه ما خلصناش يا جماعه. لو انتوا حابين حلقات ثانيه من جي تي اكتبوا لي في التعليقات وباذن الله ننزل في اقرب وقت. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.